معانا تقرير لطيف قوي، هي عن ست جميله قوي، هي الست امل عمرو. هي بتعمل ايه؟ هي بتشتغل بتنحت طين فخار، بس الحقيقه هي ليها ورا فكره نحت الطين قصه عظيمه جدا. الست امل عندها 53 سنه وبتشتغل في مجال النحت بالطين، وبتعمل منها نسخ لشخصيات مشهوره في العالم. والاجمل كمان ان هي بتبتدي تشتغل لساعات طويله لان هي عندها شغف بالحاجه اللي هي بتعملها. القصه فيها تفاصيل جميله جدا وراقيه جدا جدا. تعالوا نشوفها مع بعض ونرجع تاني نكمل الكلام. انا اسمي امل عمر، خريجه كليه التربيه الفنيه جامعه حلوان. انا نحاته ورسامه. من وانا صغيره كنت شغوفه جدا بموضوع الفن والارت، وكنت برسم وانا صغيره لغايه ما وصلت الثانويه عامه. كنت برسم بورتريهات، وطبعا كان النحت لسه مش متاح بالنسبه لي. اول ما بدات النحت بدات وانا في الكليه، فطبعا كنت شغوفه جدا بيه، بس شغلي بقى بعدني عنه شويه لحد ما خدت قرار قوي جدا فجاه ان انا لازم امارس الفن بقى خلاص. يعني بدات بقى اشتغل الاول في مراكز التدريب، يعني كنت بدرب ناس وبعلمهم الفنون، وبعدين بعد كده بدات امارس الفن والنحت يعني بشكل عميق اعمق يعني، وبشكل ان انا خلاص بقى دي هوايتي وموهبتي لازم استغلها. اخترت النحت الكلاسيكي لان هو كمان النحت واقعي قوي وكمان صعب، ما هوش سهل. بعمل بورتريهات، بعمل شغل روماني، شغل قديم يعني، وبعمل الحاجات كلها شغل كلاسيكي. التمثال ممكن مبدئيا احدد له وقت، لكن ممكن الوقت يطول او يقصر، لان الشغل الفني ده بيبقى شغل مودي شويه يعني، باحساس ومود. ممكن الشغل احدد له وقت ف يعني ما اخلصهوش في الوقت ده او اخلصه بسرعه. التمثال طبعا بياخد مراحل من الاول، بيكون اللي هو مرحله البدايه خالص ان انا بعمل له هيكل بنسميه كركز، يعني هيكل دعامه حديد جوه التمثال او سلوك، وبعدين ببتدي احط عليها الطين وابتدي اشكل. بعد كده بيتعمل له القالب، وبعد كده بيطلع منه النسخه بتكون نفس التمثال بالظبط بس بخامه مختلفه. هو طبعا اكتر صعوبه بتواجه النحات في الاول ان هو بيكون لسه شغله مش معروف، او الناس مش عارف يوصل للناس شغله. لكن دلوقتي بيتهيألي الميديا سهلت كتير جدا، فبدا الناس يعني الناس بتعرف الشغل، بتشوف الاعمال بقى من خلال الميديا، من خلال الدعايه ليها. هو ده كانت اكبر مشكله قابلتني، بس الحمد لله دلوقتي شغلي يعني بدا يسوق نفسه، وبدا الناس تشوف شغلي وتشوف اعمالي. انا حابه اقول بس ان نقطه مهمه قوي، ان النحت هو حاجه مش صعبه كتير يعني، لان في ناس كتير دايما بتبقى شغوفه بالنحت جدا وعايزه تتعلمه، بس بتكون خايفه وتحس ان هو حاجه صعبه. لكن هو لا، بالعكس هو مش صعب، هو محتاج بس اصرار ورغبه وشغف بيه، فتعليمه سهل جدا يعني. شفتوا الجمال؟ اولا هو تقرير بسيط جدا، وهي ست بسيطه جدا بس جميله جدا جدا، وهو الكلام اللي هي قالته ملهم. فانا عايز اسمع من صديقاتي وزميلاتي العزيزات ايه رايكم. طبعا دي موهبه جميله، موهبه خاصه جدا النحت بالصلصال دي، ويمكن في احيانا ساعات ولادنا كانوا بيحبوا يعملوا ده في المدرسه، ويطلعوا يوم كده قرية معروفة عشان يعملوا ده. بنحييها لأنها بتحيي حاجة أو بتكمل في حاجة احنا مش عايزينها تندثر، عايزينها تكمل مع الأجيال اللي جاية وأحفادنا، ويعملوا بالصلصال حاجات جميلة. عاملة شخصيات عظيمة، أستاذة أمل عمرو يعني فنانة جميلة ومتميزة، وإحنا دايما بنحب نسلط الضوء على كل الستات الجمال المبدعات. هي فنانة عظيمة وشغلها مش معقول، وهي بتشتغل بدقة شديدة جدا،
وبعدين عارفه لما وانت بتتفرجي كده تقعدي تفكري، قعدت افكر ايه ايه ده، دي ممكن تعمل كذا مع كذا، توفق كذا مع كذا، عارفه مخك يروح بقى. عملتي ايه وانت في المدرسه؟ عملتي ده؟ انا برسم فاول ما اشوف اي حد بيعمل حاجه فيها فن اقوم مركبه على طول، مثلا ده ممكن يتعمل مع ايه، ده ممكن يتزود عليه ايه، ده ممكن نشتغل فيه ايه. فهي بصراحه عامله شغل رائع وجميل وبنحييها، وفنانه موهوبه جدا جدا. انا بالنسبه لي شفت دروس مستفاده ممكن تفيدني انا شخصيا وتفيد ستات كثيره جدا بتقول لك انا عندي حاجه و50 سنه خلاص وانا لسه هبتدي حاجه من دلوقتي، يلا بقى احنا هناخد زماننا وزمن غيرنا، يلا حسن ختام ايه يا سته كل ختام ايه، ده هي لسه بتبتدي وبعد كده بتبتدي و60 و70 و80 بتبتدي، واحنا جبنا نماذج هنا كثيره جدا، مفيش حاجه اسمها ان الوقت عدى والعمر فات. الصحه العالميه قالت الشباب يبدا من 60 على فكره. طب شفتي بقى اهو، وبعدين الشباب هو ما تشعر به مش اللي في البطاقه. ايوه طبعا انت حاسه بايه؟ انت جواكي ايه؟ لا وبعدين لما يحصل كده لازم في ناس كمان تكتشف نفسها في حاجات تانية مختلفة، يعني تلاقي مثلا حد بيشتغل حاجة أكاديمية جدا بعدين راح لحاجة ليها دعوة مثلا بفن، كارير شيفت تماما. أنا بقى بحيي الناس دي قوي اللي هي تعمل حاجة حباها طبعاً. وتعيش بقى إيه الوقت اللي ربنا قسمه لها بعد كده في حاجة مفيدة. و ده جزء من تحقيق السعادة لينا ان احنا نكون بنعمل حاجة احنا بنحبها، فهو ده جزء حقيقي واصيل من السعادة اللي احنا بنعيشها، لان هي اختيار وهي قرار.